الشارع البرازيلي النهارده تعرض لصدمه كبيره باعلان خبر وفاه ابن كافو قائد منتخب البرازيل. طبعا كافو حمل كاس العالم 2002 في كوريا واليابان، وقالت صحيفه جلوبو طبعا سبورتي ان دانييلو ابن قائد البرازيل السابق كافو تعرض لنوبه قلبيه ادت لوفاته خلال مباراه كره قدم مع الاصدقاء. ونقلت الصحيفه طبعا ان دانييلو اللي عنده 30 سنه بعد 10 دقائق من بدايه اللعب مع اصدقائه تم نقله للمستشفى في ساو باولو، وكان خلاص فارق الحياه، وربنا يرحمه ان شاء الله.